يقول السائل: بدأت مناسك العمرة بالصفا والمروة، وبعد ذلك عملت الطواف حول البيت، هل العمرة صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ لا، ما هي صحيحة، ما هي صحيحة، لأنك نكست المناسك. الواجب أنك بدأت بالطواف كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، تبدأ بالطواف أولا، وبعد ما تفرغ من الطواف وتصلي ركعتي الطواف تذهب إلى السعي، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تعيد هذه العمرة، عليك أن تعيد السعي، تعيد السعي فقط. الطواف صحيح أديته، باقي عليك السعي، لأنك جبت السعي قبل الطواف في غير محله، فتأتي به بعد الطواف وتقصر أو تحلق رأسك، وبهذا تتم عمرتك. نعم.